الأزمات والمحن. طبعا في نقطه من او في خبر من ضمن الاخبار اللي لقى برضو جدل على السوشيال ميديا، موضوع شنطه الفنانه هاجر احمد. انا مش بتكلم على نوعيه الشنطه ولا ان الشنطه دي بكام ولا ان الشنطه دي واو دي ماركه وخساره تضيع وبدأ لا 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 خالص. انا بتكلم على فكره، امتى يا جماعه احنا كمصريين بنشتغل شغلانات او حرف مختلفة لما يبقى عندنا حاجة ما نعرفش نعملها نقول احنا ما نعرفش. النهاردة سيبكوا كأنها شنطة، انا النهاردة موبايلي باظ ومستغلية اني اروح المكان المخصص لتصليح الايفونز مثلا، ورحت واحد دخلت مول من المولات قلت له تعرف تصلح ده؟ قال لي اه يا استاذ احنا اساتذه احنا نعرف نصلح. جيت استلمه لقيت العيب زي ما هو، لا بل بالعكس الحجاره بقت ما بتشحنش، في حاجه غلط. ايه يا عم اللي حصل؟ هو ما والله يا استاذ احنا حاولنا نصلحه هو كده هو كده. يعني ايه هو كده؟ فكره ان انا لما اجي اسالك سؤال انت تعرف تعمل ده؟ عمر ما كان عيب ولا كان هو قله ذوق ولا انها مش شطاره انك تيجي تقول لا والله دي مش اختصاصنا. اصل احنا لو هنعمل ده هنضطر ان احنا نستعمل مواد ممكن تأذي الموبايل بتاعك، ممكن تأذي الشنطة دي. احنا محتاجين يبقى عندنا المصداقية مع نفسنا علشان نقدر نقول احنا نقدر نعمل ده ولا ما نقدرش، الا واذا الدنيا هتخرب. صح ولا غلط؟ ده مظبوط. وبعدين مش بس كده، احنا بقى اي حد عنده حاجة حقه ان هو ما يسامحش. يعني حاجة بقى غالية مش غالية، لبس، شنطة، أيا مكان. يعني فكرة إن هاجر عملت كده أنا معاها قلبا وقالبا، وأي حد ياخد حقه. ويمكن هذا بالقمصان قالت إنها حصل لها قصة وراحت لحماية المستهلك ولكن ما ياخدوش حقهم. أي حد، أنا بيحصل لي كتير في لبس وبيروح وبيبوظ في 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 مغسلات كتير، وفي وبيضيع بتبقى غاليه او بيضيع. انا في عندي حاجه مش لاقيها خالص وهي ضايعه في المغسله. واكتر من حاجه، يعني انا كل فتره كده الحمد لله ليا حاجه لازم بتضيع. فلو احنا بنعمل زي هاجر مش هيحصل كده، لان المكان هينتبه وهياخد باله. لكن طالما انت بتسكتي او بتتخانقي شويه او بتقولي ازاي او بتتعصبي عليهم شويه او بتتعصبي حتى بينك وبين نفسك من غير ما تتعصبي عليهم وتتضايقي من غير ما تعملي فعل، فهم هيستمروا يعملوا كده. اي حد يحصل معاه مشكله ياخد حقه علشان الاخرين وعلشان انت كده بتصلحهم. على فكره انت كده بتعمل حاجه كويسه للمكان عشان يبتدي يصلح من نفسه، عشان يبتدي يجيب مواد صح يعمل بيها شغل لكل ماتيريال حاجه مختلفه. لكن مش كل الماتيريال بعملهم هو نفس المحتوى اللي عندي، اللي انا بعمله للحرير زي الشنطه زي اي شيء. ده غلط كبير جدا ان احنا نسكت على حقنا. هاجر انت عندك حق، ويا ريت اي حد يحصل له مشكله يطلع ويقول ويعلن اسم المكان علشان المكان ده يحاول يغير من نفسه، او يبقى مهتم ان في محاسبه ليه، ان في ان انت مش هتعمل الغلطه وتعدي بيها. يعني فدي حاجه مهمه جدا كلنا ما نسكتش. انت لو حصل لك كده هتسكتي؟ لا طبعا انا معاها جدا جدا. فكره ان انا اولا انا لو سكت انا بشجع نوعيه الفساد ده، ان ده يعتبر فساد. فكره الشطاره والفهلوه احنا نقدر نعمل اي حاجه، وان اصل ايه شنطه يعني انا لو عملتها بكلور ولا مش عارفه ايه هتسهل، غلط. انا معاكي جدا يا هاجر، احنا محتاجين يبقى ده اسلوبنا زي بره. بره الواحد اللي يعرف يعمل حاجه بيعرف يعملها، ما بيعرفش يعملها والله مش عندي ومش عايز. والحق مش عيب انه يرجع، لازم الناس ترجع حقوقها. واي حاجه بسيطه غاليه مش غاليه، كل واحد على قد يعني الحاجة اللي عند حد ب 100 جنيه ممكن تبقى بالنسبة لحد تاني 100 جنيه، دول 100,000 جنيه 10,000 جنيه ايا مكان. انت ايه الحاجة اللي انت بتعملها يبقى حقك انها ترجع لك زي ما انت عايزها، او زي مغسلة شغلتها التنظيف وارجع الحاجة جديدة. ما اقدرش اعملها هقول من الاول ما اعملهاش، لكن هو الفهلوة وكده لا غلط. فمحدش يسكت على حقه علشان نصلح من
الاماكن اللي احنا بنوديها وننبههم ان هم طول الوقت يبقوا منتبهين فيبقوا على قد مستوى اي حاجه بتجيلهم بيعرفوا يتعاملوا.